الرحمن الرحيم. من سوء حظي أن لا يسعدني بزيارة هذه المكتبة الفريدة إلا الآن، ولكنه أسعدني على كل حال. أتمنى لصاحبها الأستاذ الحرز كل خير وسعادة، وأن يوفقه الله إلى ما هو أكثر. وكم تمنيت لو تعاونه الدولة في إنشاء مبنى يتناسب وطموحه في توسيع المكتبة. عدنان سيد محمد العوامي، 26/5/2021. شكرا سيدنا المبجل.